توصلت دول الخليج العربي إلى نتائج ملحوظة في زراعة البطاطا والطماطم. والباذنجان والفليفلة والبصل والفجل مستخدمة تقنيات رفيعة المستوى في الزراعة، فما تفسده الحرارة الشديدة على سبيل المثال تحضنه أنفاق وأقفاص تضبط فيها الحرارات الملائمة للنبات المزروع، ويسمد ويروى على ضوء دراسات مسبقة تناسبه. يستحيل زرعه. الفاكهة ايضا تزرع وتنتج وتتبادلها دول المنطقة مثلما تتبادل المنتجات الزراعية الاخرى. وهكذا فان منطقة الخليج العربي وتحديدا السعودية والعراق وقطر والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين تشكل التكامل الزراعي المنشود. وما لا يزرع هنا يزرع هناك ويوزع على المنطقة بكاملها، فكأن الرقاع المزروعة أرض واحدة تنتج خيراتها لشعب واحد، بل إنها لكذلك. الورد محظوظ أيضا، والتجارب ماضية لاستنباته بكثرة في دول الخليج العربي. الذرة الإنتاج قليل، لكن المحاولة مستمرة للوصول إلى محصول أوفر. من المحاصيل الأساسية والتقليدية في جميع دول الخليج العربي التمور. أشجار النخيل تعايش المناخ وتعرف أسرار التربة منذ القديم. إنها من بعض ما نعتز به، وهو الجهد العلمي يحتضنها أيضا. هذه العناية العلمية المتطورة مكنتنا من إنتاج أنواع فاخرة من التمور في معظم دول الخليج العربي. المانجا، إن التجارب قائمة ومستمرة لزراعتها. في دول الخليج العربي تجارب جادة لزراعة الحمضيات، والمردود يبشر بالخير العميم، وبفخر يمكننا أن نقول الآن هذا الليمون ليموننا. Thank you.